أقامت الكنيسة الأرثوذكسية خدمتها قداسي أحد متى الثالث عشر، والذي يقع ليترجياً في الأحد الثالث عشر بعد عيد العنصرة المجيدة. وبهذه المناسبة رأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس في كنيسة القديس جوارجوس الهاشمي الشمالي، حيث دعا سيادته خلال عظته أن نبادل محبة الله بالشكر والعرفان. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين. قديش مهم أبنائي إنه نتفاعل مع هاي المحبة اللي دائماً بترتب الصلاح في حياتنا، وأهم شيء إنه دائماً يكون هدف حياتنا اللي هو الخلاص. كتير مرات نحن منحط أهداف كتيرة إلنا في الحياة، وكل ما منكبر ومنعي أكتر للأمور مندرك إنه كل الأهداف اللي حطيناها هي أهداف أرضية دنيوية. إيش يعني أرضية دنيوية؟ يعني ما إلها قيمة ولا ثمن بعد الموت، يعني هي لهون للأرض. ولكن يسوع والكنيسة علمتنا أن نكنز كنوز للسماء. كتير مهم إنه هاي النظرة الروحية للعالم حوالينا تكون فينا مغروسة، حتى نقدر دائما نكون بسلام وفرح، وبالتالي نكون دائما أمامنا الملكوت السماوي وهدف حياتنا اللي هو الخلاص.